لا بجد؟ طب جبتيلي ايه بقى من ريف مصر الاصيل؟ وبعدين ما تخلص بقى، انت مش بتقولي عادي عندك بتشغي ومش هتعرف تتكلم معايا؟ طب بس قولي الاول عملت ايه؟ بعت الارض يا دي النيلة. بقولك انا مش طايقك ولا انا عارف اقولك اي كلام، اقفل وبعدين نتكلم. حاضر يا عبس، مع الف سلامة يا صديق القلب والروح. ولا سلام ولا نيلة، وادي الموبايل كمان اهو. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي الست عاطف هنا؟ هنا موجود. نقول لها مين؟ قول لها دقدو. خش انت عم جعفر، خش يا اخويا، الله يكرمك الله يكبر بخاطرك. ازيك يا ست عاطف؟ لا مؤاخذة معلم دقدو، لو ما يعني ان المطرح مش مطرحي كنت قلت لك اتفضل. والله انا جاي اطمن على عبد الله، هو عامل ايه؟ الحمد لله في خير. الحمد لله. اصلك ما تعرفيش ده عبد الله ده في مقام ابني. الله يكبر بخاطرك ويطمن قلبك على اللي عندك يا رب. امين. بردك ربنا قدر ولطف، الواد كان ممكن ياخد له مطوه كده ولا كده ولا غزه كده ولا كده ولا يدرقاده وتعمله حاجه مستديمه. ريحه الشر يا اخويا تف من بقك، الشر بره وبعيد. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. انا بس يا ست عاطف كان في كده حاجه صغيره كنت عايزك فيها، وعارف انك مش هتكسفيني. لا يا اخويا اكسفك، امرني امرني. الامر لله يا ستي. بقى انت عارفه ان التوك توك بتاعنا راح. اه. والتوك توك ده رزقنا ورزق عيالنا. والدنيا اليومين دول جايبه مرشدير والناس مش لاقيه تاكل. كل والنبي يا اخويا اله يا رب فرجها علينا كلنا من واسع قدر يا كريم. امين. طب بص يا اخويا الكلام هنا مش هينفع، اديني نمرتك ولينا بقى كلام تاني مع بعض، عشان ده بس مكان اكل عيش. هرش هرش، انت قصدك عشان السياح يعني وكده؟ طب يلا اكتبي عندك. هات هات اكتب لك نمرتي. اهي انت بقى اخويا رن علي. ماشي خلاص، على المهم انا هشحن واكلمك. ماشي اخويا يلا اتكل على الله عشان مكان اكل عيش. اتفضلي. مع السلامه اخويا. في رعايه الله. في رعايه الله. كان عندنا امل في ربنا ان عم صالح يكون عنده دليل براءتك، بس تعيش انت خبطته عربي. يا داوي يا داوي على الحظ الذكر، انا عارف ان الحظ الذكر مش هطلع من المكان ده. لا ده بقى طب ده كان وقت يتخبط فيه العربيه، بس كان يستنى شويه لما يجيبني الدليل بتاع البراءه. يلا بس هقولك على حاجة، أنا جوه السجن زي مرة السجن، جوه ولا فارق ولا مرة فارق، أنا قال هنا اتصيدت خلاص وبقيت مسيطرة كده، ما أنت عارفة إن احتمال أمسك بعمارة السجن. ما تخافيش يا أم قطاطة، ما تخافيش، أكيد ربنا شايل لك خير إن شاء الله. يا رب. وأنا عن نفسي مش هسكت، أنا عارفة إنك بريئة ومش هسكت على الكلام ده. يا بكير يا بكير. ايوه يا باشا. روح هات للست اللي بتتكلم مع قطاطة دي. ليه؟ هي سرقت منك حاجة يا باشا ولا ايه؟ روح يا بكير، هاتها في ايدك وتعالى خلصني. حاضر يا باشا. يلا بقى شوف نفسك انت يا حبيبتي، وخلي بالك من عيالك ومن نفسك. خدي يا حبيبتي السجاير اللي طلبتيها. بس هي بتخلص بسرعة دي. معلش المرة الجاية هجيب لك علبة تانية. بعتيلي شيشة. مزيك يا جابر، عامل ايه؟ كويس؟ جابر دلوقتي بيغني خدي حاجة جوه، مزرعة. عايزة مني حاجة؟ كتر خيرك يا بنتي يلا. مع السلامة يا حبيبتي، عزز رجليكي وحواليك يا أختي. خدي بالك من نفسك. ازيك يا فصحي؟ عامل ايه؟ تزرع. توبي 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 توبي. ازاي؟ هو كان في حد قاعد هنا؟ كان في حد قاعد هنا؟ وايه علاقة عم صالح بالموضوع ده؟ عم صالح كان شغال عندهم ومش عاجبه حالهم، لحد ما حس بالذنب لأنه شايف الحق بعينيه وساكت مش قادر يتكلم. وعرفتيه منين عم صالح؟ عن طريق المحامي، لأنه قال له في التليفون يوم جلسة ست قطاطة إنه معاه دليل براءتها، بس هو النصيب بقى إنه ما قدرش يقول قبل ما يموت في حادثة العربية. هو مات في حادثة عربية كمان؟ الله، ده يبقى حد كان مراقبه. الله أعلم. اسمعي، أنت معاكي تليفون المحامي ده؟ معايا يا باشا.
دي عبطك يا قطاطة، بقى مستنية الدنيا تتحكمك وعايزة تخرجي من هنا بعد السنين اللي انت هتقضيها عشان تشوفوا مستقبلك تاني. مستقبل ايه ونيلة ايه؟ ده انت عشت اكتر من ابو دهود. يظهر ان انا لازم انا اسيس اموري واخلص مدتي على خير واخرج اشوف مستقبل المشرق بقى. يلا بلا محن فاضي. قومي يا قطاطة، الصلبة كير عايزك. ايوه جاية يا عطية. ماسك القرف مرة نكد. يعني ياما قطاطة انت ما تعرفيش خالص الناس اللي ضحكوا عليك دول. يا ما قلت لك ما اعرفش يا واد. انت بتزعق في وجهك ده ليه ولا؟ ما انت عايز خاطر بساعة ما حد بالك يجي يسمع ساعات دلوقتي عم تقول لي يابا قطاطة دلوقتي الناس دي ما تعرفهمش والخناقة منك. ارجع تاني اسالني نفس السؤال وقولي برضك لما قطاطة الناس اللي ضحكوا عليك فين؟ كده؟ طب انا مش هتكلم خالص اهو. ده بابا 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 خلاص بابا 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 لا ما تدينيش. أنا مش هدي. أنا هسألك سؤال. بابا 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 لا لا بابا بابا بابا. لا خلاص يا ام قطاطة، انا هسألك سؤال جديد لانج غير السؤال القديم اللي كان بيقول ما تعرفيش الناس اللي ضحكوا عليك خالص دول. ماشي ماشي ماشي. هسألك السؤال ده. ماشي بابا. هتديني ايه بقى الجزة؟ جني دهب؟ ليه هو انا طارق علامة ام قطاطة ولا ايه؟ بابا يا ابني يا اخواتي حصلت طارق علامة حتى. السؤال بيقول لك ماشي الناس اللي ضحكوا عليك دول انتوا ما تعرفهمش خالص. انت ايه يا واد؟ هو انت واد جري؟ تعال يا مات. ما ايه في دماغك ده؟ في مخ. ما انت عندك مخ في دماغك؟ لا في مخ. ما انت بقى الله. انت حبيبتي يا ام قطاط وكل اللي انا عايزه يعني افرح ببراءتك كده. مش عايز البراءة. انا مش عايز البراءة خلاص، كرهت البراءة. انا حاطب من الناس يمدوا المدة بتاعتي. ماشي؟ خلاص؟ لا. كده؟ وبعدين ده من عارف من عارف من عارف من عارف ده بعد ما تيجي ما تبقى الله أزرق. أنت نمت من قبل ما تجاوب على السؤال اللي بيقول. يلا يا ماتي يلا يا ماتي ما بدرك يا الفادي برضو جاي تاني يا ولدي. يلا أرسل. أول ما كلمتني يا أختي أم إسراء في التليفون دريت وصلت البيت. ما تسألنيش وصلت البيت إزاي. وأنا هسألك. دخلت لقيته اسم الله على حبة عين أمه. اسم الله غرقان في دم ووشه مزرق وإيديه مزرقة. قلبي وجعني قلبي وجعني على ضنايا يا قطاطة. يا حبيبتي يا بنتي، طب أنتم ما عملتلوش كشف تبر من بصونان؟ لا بس جيراني كتر خيرهم ويكبر بخاطرهم ربنا جريوا على المستشفى قالوا لهم هاتوا لنا كمان 3 4 ايام نكون حجزنا له دور. ويخش الجيش؟ لا ابني لسه سنه ما جاش للجيش خالص. ماجوا انا ما ادري عملتيش حاجه بقى لما هم اعتدوا عليها. اعتدوا على مين؟ اعتدوا عليها هي. هي مين؟ اعتدوا على التوك توك. التوك توك ماجوا. وبعدين اتريهم بقى كانوا حاطين عينيهم على التوك توك وقاطرين الواد. نجوى ابني بقى الموكوس نجوى مش يديهم التوك توك ويخلع. ما عمل 100 راجل في بعض هجم عليهم. نجوى مسكوه اتكتروا عليه قطعوه بهدلوه وزرقوا له جسمه. بداوي وحصل اللي حصل. وحصل اللي حصل. بداوي وحبل هو حصل اللي عمل وعمل اعتذروا عليها. مين ده اللي حبل؟ مش بتقولي حصل اللي حصل ولا ايه؟ بصي اعملي كشف باللي حصل ده عشان تاخدي النفع في المحكمه، النفع بتاعت الجواز لما هي حبلت.
مين دي اللي حبلت ونفقت ايه؟ مش انت بتقولي بنتك عطلة مسكوها في التوك توك؟ عطلة مين؟ يا مليح اللي عطلة مين؟ عطلة انت مش عندك بنت اسمها عطلة؟ وهو لو في بنت اصلا هيبقى اسمها عطلة؟ بقولك عبد الله ابني. طب مين اللي حبل؟ مين؟ مفيش حد حبل، ده انا اللي شكلي ححبل منك يا قطاطة عشان انا خلقي في حلقي. تحبلي مني؟ اه ليه قاعدة قدامنا محمود المليجر انت الكلب يا معرولة؟ واحنا هنضربك نضربك ونسيبكم. طب يا مارة خليها عنك، ده انا اللي هضرب نفسي اهو عشان قعدت معاكي وباخد بشرط. بس انت انت سيدي يا نرجس. ايه ده؟ ده انت خنيقة. يا نرجس يا نرجس يا كلب افوقت عليك وعبات مليجرتك. يا ريتهم كانوا سيبوا عليك الحنفية بنت الكلب. قطاطة انت قاعدة نفسي يا بنت. قطاطة انت بتكلمي مين؟ بتزعقي مين؟ في ايه؟ ايه؟ هو انت كنت قاعدة هنا من شوية ومشيتي؟ لا انا لسه جاية دلوقتي. يعني انا ما ضربتكيش بالسمسم؟ لا. الله البنت عواطف بقى. مالها؟ عواطف عواطف يا اختي بقى مش سايباني في حالي كده بقى وعمال فرقع في مكاني وتنقل فيا. عملت ايه بس؟ انا مش فاهمة. مش عارفة بقى هي كانت قاعدة ولا مش قاعدة؟ بإيه اللي خربت ولا إيه؟ ولا بطاطس؟ البطاطس تكون بتكبس على المراوح؟ يمكن. بس وكبست على المراوح وخدت واحد يخرب. طب ما تقولي لي بقى هو حصل له إيه؟ هو مين ده؟ هيكون مين يعني؟ لمي هو بصي. شايف يا عزيز اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. بقى ألف سلامة يا عزيز. تعال. اتأخرت كده ليه؟ مش عارف ايه ده؟ يلا بينا. ايه الناس اللي بتجري دي؟ انا على استعداد لارتكاب اي جريمة في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي اراء سديدة للمتطوعين. الملك فقد صوابه والانجليز الملاعين بيلعبوا بيروليت. مصر وقعت من براسن الابلسة. صحيح. كان بودي اعرف مين الشخص الامين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شقة تعبان وهو على موعد. وأنا منتظرة الموعد ده. الراجل بتاعنا اهو. سأفضل لك يا بات. ما ايه ما بنطلوش ولا ايه؟ انت لابس كده ليه؟ التمويع عشان الانجليز. اه شوف انا كده التمويع عشان الانجليز. برافو برافو. عرفوا دوروا ايه؟ ده اشتغل او دور ايه؟ يلا يا فندينا. دور ايه؟ يلا يا بلدينا. دور هو دور. يلا دور ايه؟ طيب دور ايه؟ هذا عظيم بعدين. اتفضلوا يا اساتذة برا لو سمحتوا. ايه ده ورشة خراطة دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ اقلع. ها؟ اقلع. ايه ده ايه؟ يلا اقلع عشان مفيش وقت. يعني عيب عليك مفيش وقت ايه تقلع ايه؟ ما كل ده عشان خاطر مصر وعشان خاطر ولادنا. ايه عشان خاطر ولادنا دي؟ يعني انت هتتجوزني ولا ايه؟ انا مش فاهمك يا عم. ده بيتكلم في ايه ده؟ ايه يا عم انت موزع الناس بره وجاي خد البس. ايه؟ البس. اه البس دول يعني. تصدق انا افتكرتك شمال. يعني ايه شمال؟ لا شمال ده هبقى فاهمانك بعدين يعني. مصر؟ لا مصر. ايه؟ مصر. انت بتوقف بجو ولا حاجة؟ مصر. خلاص مصر مصر ملاكة ولا أجرة. يجب ألا نحيد عن الطريق. هنصطادوا بطريق؟ هتجيبوا طريق؟ طريق بطريق؟ وده ايه؟ انت عطفة حنطور وانت عطفة شبارة وانت شارع سردينه وحلقه السمك. ودي امتحانات ولا ايه؟ توزيع امتحانات. وانت جبل المعز وضرب المهابيل. وانت قلع القميص. نعم قلع القميص. قال ايه يا جدعان؟ قال وانا اخش جوه ورشه الخراطه يقول اقلع الهدوم وانت تيجي هنا تقول اقلع القميص؟ قال انت فاكرني ايه؟ مزه ولا ايه؟ حلوه كلمه مزه دي. هتكون كلمه سر الليله. نبع عسل انت. خد. نعم. دي مجموعة قنابل. يا راجل ايه يا عم ده مال القنابل؟ وكل الحلقات مربوطة بالسلك ده. اه ساعة ما تخرج مجموعة الوزراء اه تروح شلل السلك ده.
وانا شايل القنابل. ايوه تقوم القنابل المنفجره وتقضي على المجموعه الفاسده. لا والنبي، وانت هتكون فين؟ انا مع الثوار. الثوار وانا هكون فين؟ هتبقى في الجنه ونعيمها. لا والنبي، وهو ده دورك. ايوه طبعا هو ده دوري. تصدق بقى انا كان عندي اخد دور اللي بيقلع احسن. ليه بتسميها كده؟ انت بطل بتقدم رساله. لا انا مش عايز الرساله دي، انا بغنى عن الرساله دي. انا مش عايزها، انا مش عايز اموت شيء، مش عايز اموت النهارده، بكره، بكره الساعه 7:30. الله، مختار الدنجره وبعت لحد من رجالته كمان بالشكل ده؟ انت خاين ولا ايه؟ لا يا عم خاين ايه؟ خاين ايه؟ لا ده انا بمتحن وطنيتكم يعني، بشوف ان انا لما مش هنفنجر نفسي يعني بلعب معاكم كده يعني، انما انا وطني، انا وطني وطني. لازم نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه لازم نسحق الانجليز من اجل البطل. ايه؟ نقعد نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه ايوه بس بالراحه شويه، هتفيت انت البواسير تبقى مش كويسه عشان خاطر الحاجه ما تزعلش عليك. الوطن يا عزيزي يستحق يكون في مكانه الاب وفي مكانه الام. والابن كمان، فداك ابي وامي وابني يا وطني. على فكره انت قشطه قوي حسن. احتشم. يعني احتشم؟ انا هوزع المنشورات وانتم تعالوا معايا نجيب المسدسات. تعالوا معايا ده كان اخرس ولا؟ ربنا معاك. نتقابل بعد التفجير. ها افجر واقابلك على طول. انا الناس دول بان عليهم مجانين، خصوصا الدلع اللي كان عامل لي حساب جنبي ده. يلا مش دي شنطة سعادتك؟ مع السلامة يا عم الساوري. في جنة الخلد إن شاء الله مع الفكهة. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر الفؤاد. والنبي على الصعيد، واللي عايز يجي يجي، ولا إيه اللي جابني هنا؟ تحيا يا مصر. مع السلامة. مع السلامة يا زميلي. يلا عمي. يا نهار اسود. جنة الخلد ان شاء الله. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ عرفت ايه؟ عرفت ان هم خونة فقتلتهم. هم خونة؟ ما دام انا عارف كل حاجة. انا الخبر لسه وصلني حالا. لا انا عندي فكره، انا عندي فكره من زمان. عرفت انا؟ معقول لحقت تعرف لوحدك؟ من ايه؟ من غير ما حد يقول لك؟ لا ما انا اصلا قور يعني كده. يبدو انك ضليع قوي. وفتك. وهنئك على ذكائك الراسخ. الرجل ايه؟ وهنئك على ذكائك الراسخ. وانا بهنيك على راسك النصح. انا مش عارف يعني انت ايه اللي عاجبك في القعده مع الناس زي دي؟ مش فاهمة. المفروض تقعدي في قلب البيت كده مسدده معززه مكرمه، ها، ولابسه الفستان الازرق الشيفون ده. احتشم يا قليل الحياه. والنبي قمر، قمر على حتة كمان وانت متعصبه كده. مع السلامه يا رفيق. رفيق بقى بعد الليله دي كلها وعمال الغيك وقلت خلاص انا وصلت معاكي وكده في الاخر ابقى رفيق؟ تحب في رفيق؟ ماشي يا ست، بس انت المفروض كنت تجرب الاول اللمبي قبل رفيق ده. على ترى لو شفت رفيق ده لظبطه. بديعة قوي. خدوا عليها. ايه ايه ضربي بيه؟ عيد ميلاد مين ده؟ عيد ميلاد برافو برافو. فكرة هايلة يا علي ان لا نتقابل في الاوتوموبيل بتاعي واغني شفاغ العيله مننا وعلينا. خدام سموك يا ست الكل. تتملي اسراني بافضالك يا انجي، ما تتصوريش، انا بنتظر اللقاء ده بفارغ الصبر. العربيه البيضه دي. لا مستحيل، مش متصوره. علي عم اغني أرجوك انزلوا انزلوا هاتوه. لا نجيبه فين؟ واحنا نعرفه منين؟ علي
أنا ما كنتش أعرف عنك الخسة. خسة؟ أنا خسيس يا إنجي؟ أنت اللي اضطريتني إني أبوح بعبارة مؤلمة زي دي. لكن أنت جرحتيني يا إنجي، أرجوكي تراجعي عن اللي أنت قلتيه. من فضلك ما تلحش عليا أكتر من كده. هتوه أدمك نادي علينا يا علي فندي، كل ما تركب معانا العربية أخبط لي واحد. أنت متعيرني عشان أنا ابن الجنايني؟ انزلهم انزلهم انزلهم. ايه يا جدعان؟ ساعة عشان تنجوني. ألف سلام عليك. أنا خابط ديب ولا بني آدم؟ طبقت الكابوس. هو متشنج ليه كده على فندم؟ واضح إن إصابته بليغة جدا. عملت له أنا فين؟ أنت في الأوتوموبيل بتاعي. أوتوموبيل؟ إيه أوتوموبيل دي؟ صدمتك عنده ناس. ولا يهمك، لقيت ريائي من سنك. اصدميني كل يوم، بس أفرشح عينيا ألاقي الوجه الصبوح المقرمش ده. إيه ده؟ انت بتتودد لي بجرأة كده ليه؟ ايوه ممكن ابوسك كمان. كلامك فيه تلميحات. انت اسمك ايه؟ الليمبي. يا ليمبي افندي. ايوه كلامك يوحي بمعاني تحمل كل ود وطمأنينة للقلب. ايوه تحمل كل ودن وطمأنينة للبلد. أرجوك يا سيد. يا عم أنا مش سيد، أنا الليمبي. أعرفك يا علي، الليمبي أفندي. أيوة، إحنا كل ودن وترنبيقة في قلب الترنبيل. عرفت خلاص. المهم يتهز في حديثه شوية. يا عم تهز بإيه؟ وأنت بتكلم مقرئ، وبعدين تهز بحزم لك وشك ده. أوه علي، تصرفاتك بقت مضايقاني خالص. ده شيء يتطهق وثقيل كمان. بقول لك يا ليمبي افندي، يا ريت تيجي جنبي هنا وتسيبهم يا اخي يندمجوا ويتعمقوا. خليك لماح. والفانوس يبقى مين بقى؟ اورني. اورني بتحسن دخلك يعني باورني ده ولا ايه؟ لا 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 خالص، انت فاهم غلط. انا اخر حاجه افكر فيها الفلوس، اهم شيء اسعاد الناس. ايوه وتوفير راس في راس. وبختيني عشانه، وانا اللي كنت فاكر اني لقيت فيك الحضن الدافئ، لقيت فيك القلب الصافي، لقيت فيك. ايه يا عم في ايه؟ اللي لقيت فيك لقيت فيك، انت فاتح ظرف دولاب بتدور على فلنات. انا لما حبيتك حبيت فيك علي الانسان. هي بتعمل كده ليه؟ وبعدين انت اسمك علي الانسان؟ انا اول مره اسمع عن علي الانسان ده. انا اعرف ان في علي الحجار، علي حميدة، علي ابو علفة، انما علي الانسان دي انا ما شفتهاش في اي كتالوج حيوانات. هي عيانة ولا ايه؟ انت شربت خالص. صحيح زمن مشقلب، زمن عايب. ايه صندوق الدنيا اللي انا وقعت فيه ده؟ على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي. أكم من مرة أقول لك طرفة مبهجة ولا تضحكيش؟ ما هي بقى مسألة قبول بقى من عند ربنا. شوف أنت وشك راجع ضارب في الحيط إزاي؟ وشك راجع ورا، ما هيضحك إزاي؟ برضو لذيذة. اطلع يا أورن على أي بنت، أي بنت مشبوه، اطلع. كذاب. سامحيني يا انجي، مش هقدر ادخل معاكي، انت عارفه البرنس علاء. افضل اني ما واجهوش وهو في حمه الغضب. هو مين البرنس علاء ده؟ بتاع الكبده ولا بتاع ايه؟ السمين ولا مين؟ ده شقيقي.
شيء يعني ايش يعني اخويا. ايوه ايوه. وايه بعد جابوا هنا يعني بعد القصر بتاع علي بيه؟ يا لمبي فندي للاسف ده مش القصر بتاعي. ده قصر بابا الباشا. قصر بابا الباشا؟ طب وايه اللي دخل علاء في ابوكي؟ لانه اخويا يا لمبي فندي. ايوه اخوكي. طب ما اخوك ممكن يكون طعمان في اي حاجه موجوده في القصر جوه ويسرقها. طمعان فيها ازاي يا لمبي فندي؟ ده اخوها. يا اخي انت مالك انت يا اخي؟ يعني انت قاعد كده يعني لا العربيه بتاعتك ولا البيت بتاعك وقاعد عواله كده عويل في قلب المكان، انت بتسالك انت ليه؟ الله ابوه بيشتغل ايه ده؟ انا ابويا الجناين بتاعنا. الجناين بتاعنا؟ يا سلام الجناين بتاعنا. على اساس ان انت وزير الداخليه والري. خدام. خدام ايوه. أرجوكوا وأنا مش عايزاكوا تشعروا بزعر، البرنس علاء زمانه ناس تقدروا تتفضلوا معاي. وهو كذلك. يا عويل يا اللي ملكش مثيل يا رزيل. بتكلمني أنا مش أنت. لا أنت زودتها خالص يا لمبي فندي. يا راجل اكذب ولا زودتها ولا بتاع وأنا بعمل لك قهوة تقول لي زودتها خالص. أنت أوشكت إن أنت تسحق قلبي بكلامك الجارح ده. يا عم أسحق إيه وأنا أعمل إيه وأنا همسح أوضة. يلا أجري. يلا اجري بقى. صحيح يا لمبي فندي، والدك بيشتغل ايه؟ لا انا والدي حاجه تانية خالص. انا والدي تاجر نباتات نادره. نباتات رائع، انا اعشق الزهور. اي نوع من النباتات؟ بامبا من اكبر تجار البانجو في العالم. مانجو؟ ايوه عرنيس. اتفضلوا معايا. الله يخليكي. هناكل. يا برنس. يا سبحان الله، أول مرة أشوف برنس متأخر. عريته البرنسات. اصحى هنتأخر على ترابيزة القمار. يا الله. عايز إيه؟ يا برنس أنا رايدك في شيء مهم للغاية. فندم. الست الصغيرة. مالها كبرت؟ يا خف الدم البرنسات. لا دي جات ومعاها. عارف عارف. الحيوان الحيوان ابن الجناين اسمه علي. ليه توسعت المره دي وجات ومعاها اتنين حيوانات يا برنس؟ وفين الحيوانات دول؟ في الجنينه. جنينه ايه؟ جنينه الحيوانات؟ يا خف الدم البرنسات، جنينه القصر سموك. انا هموتهم بقى واخلص. يحرق ايه ده؟ انت خايفه ليه؟ خايفه ليه من البرنس عايله؟ اخويا شراني واحمق، والبندقيه ما بتفرقش ايده، ودائما ابدا بيشترك في مسابقات التيرو. طب ما طالما بيسابق في التيرو ايه اللي هيخاف منه بقى؟ لا التنشين على صحون الخزف. على كل إن لو شافني معاك ممكن يضربك بالنار. يضربني بالنار؟ تصدق وتؤمني بالله اغزه اغزه ببقه. شيل ايدك من على الورده يا ابن الجنايني. الورده دي مش بتاعتك. ده مين البطريق ده؟ هو ده البرنس علاء يا لمبي فندي. يا راجل امال ماله رفيع في الافلام كده ليه؟ انت واخد كورتيزون ولا ايه؟ ايه يا عم اللولو؟ لو ما سبتش الورده لن اتردد لحظه في ارتكاب اي جريمه. يا عم انت بتكلمني انا ليه؟ وما هو اللي هو اللي ماسك الورده. موجه يسلح ليك ناحيتي ليه؟ تراجع عن اللي بتقوله يا لمبي فندي. اتراجع ايه؟ ده ديته اطلع في كل البلف بتاعه وخلص. هتلاقي بنطلون وقميص مرميين على السور. ايه يا عم لولو؟ ايه يا عم البالونه؟ صدق وتؤمن بالله اطلع السلاح ليك الوقت اروح رشقك على طول افسيك. هتفسي. اذا هكتب عليك العذاب الطويل